خليني أخلص المحور هذا لأنه مجهز له مقطع ثاني. تمام، خليني أخلص محور إنك صغير عمر. هل أنت تشوف نفسك إنه اللقب هذا تفتخر فيه؟ كأيش؟ كصغير عمر؟ إيه؟ نعم أكيد، هذا عمري، تبيني أجحده يعني؟ لا، ما حد قاعد تجحده. خلاص أنا أفتخر فيه، أنا أفتخر بنفسي بكل شيء فيني، أفتخر من راسي لرجولي، أفتخر بنفسي بأفعالي، بأي شيء فيني أفتخر فيه. باقي ترك ما شفت المقطع ولا شفت إيش اللي صار، على طول جاوبت وتوتر. إذا فيك تشرب مويه اشرب مويه، خذ راحتك، جعله بالعافية عليك. على ما يعرضون المقطع، عرضون المقطع الإعداد. لحظة إدراك صحيح؟ أنك أنت عارف البرنامج، ما يحتاج عنك يا. أنت عارف البرنامج، تعرف كيف المقاطع اللي تصير فيه، وتعرف وش اللي يصير في البرنامج ذا. عبد الله، ما أبغى أقول لك اللي أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة، إن شاء الله أنك أفهم منه، إن شاء الله أنه قدامك المستقبل بإذن الله. إن شاء الله، وأنا مراهن عليك ترى، بس بعض التصرفات اللي قاعدة تصير منك يا عبد الله هي ما تنفع. لما تقول لحظة إدراك، ولازم تفهم شيء يا عبد الله، أنه أي شيء في السوشيال ميديا هذا إرشيف لك. المقطع الأول اللي كان ترقص فيه هذا إرشيف حيستمر معاك الحياة كلها، وهذا المقطع الثاني. ممكن تندم، ممكن يكون هذا محتواك في يوم من الأيام، أنه أنت إيش شهرتك؟ والله رقصت في فقرة أبو كاتم، ولا والله العظيم أنا طلعت بأحد البرامج السوشيال ميديا وقلت أنه المتسابق هذا قدمتها بالطريقة هذه وأنا فرحان فيها. أنت ورأيك يا عبد الله، الكل يتقبل وجهة نظرك، بس علق لي على المقطع هذا. المقطع هذا وش كان مكتوب عليه؟ مكتوب لحظة إدراك إني أصغر شخص في البرنامج، يعني أبين للناس إني أنا تراني إيش أصغر شخص. الناس وش راح تكون عيونها؟ من أصغر شخص عبد الله بقيمي، صح؟ راح يدمه لنجاحاتي، وأساساً أنا راح أبرزها، لأن أصغر شخص أنت بنظرك أساساً أي شخص راح يشوف شخص صغير سن بيقول هذا شخص ما راح ينجح. جميل، ولكن أنا عكس، أنا راح أثبت ذا الشيء بإذن الله في البرنامج، راح أثبته حتى بعد برنامج. لدرجة إنه إحدى قراراتك